حصل جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الأخيرة بعد وفاة راقصة مصرية مؤخراً بسبب خطأ طبي، والموضوع ده بيعيد النظر لحالات من مشاهير الفن لقوا حتفهم بسبب الأخطاء الطبية، والراقصة المصرية غزل آخر ضحايا الأخطاء الطبية من مشاهير الفن، وتوفت الخميس اللي فات بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات بمنطقة الهرم بالجيزة. الفنانة سعاد نصر أشهر من ماتوا نتيجة الخطأ الطبي، فقدت حياتها داخل غرفة العمليات لما كانت بتعمل عملية تجميل، وتم توصيل جهاز الأكسجين للجهاز الهضمي بدل من الجهاز التنفسي أثناء التخدير، وأدى لوفاة الفنانة المصرية بعد غيبوبة استمرت وقت كبير. اتوفى الفنان المصري نجاح الموجي بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف لبيته بعد إصابته بأزمة قلبية، ودخل نجاح الموجي في الأزمة بعد عودته لبيته لما كان جاي من المسرح، وفضل يعاني لحد ما توفى قبل ما تلحق بيه سيارة الإسعاف زي ما قالت بنته المذيعة أيتن الموجي. رحل المخرج المصري عاطف الطيب نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لتغيير صمام القلب، وقالت الناقدة مجدة خير الله في تصريحات ليها إن عاطف الطيب راح عشان يعمل عملية بعد ما نصحه الطبيب إن صحته كويسة، لكنه خرج جثة هامدة بعد الجراحة. الفنان الراحل طلعت زين أحد ضحايا الأخطاء الطبية، اتوفى نتيجة خطأ طبي داخل غرفة العمليات لما كان بيعمل عملية جراحية لتنظيف واستئصال جزء تالف من الرئة. السيناريست نادين شمس مؤلفة مسلسل بالشمع الأحمر وقانون المراغي ماتت نتيجة خطأ طبي اتعرض الكولون لثقب أثناء إجراءها العملية جراحية لإزالة ورم بالمبيض وأدى لوفاتها، وده اللي أكده جوزها الدكتور نبيل القط وزميلها خالد عبد الحميد الناشط السياسي. رحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا بسبب خطأ طبي كشفه الإعلامي عمرو أديب في مقال ليه بعد وفاة الساحر، وقال بأنه أجرى جراحة في ضرسه بفرنسا وما كملهاش، والموضوع ده تسبب في دخول الفيروسات لأعلى الفك ومؤخرة الراس، وتسببت الفيروسات زي ما قال عمرو أديب في إصابة الساحر بأورام محدودة، وبعد 20 جلسة كيماوي رجع لمصر واكتشف انتشار السرطان في 5 مناطق بجسمه. اتوفى الفنان احمد راتب نتيجه خطا طبي بعد ما اصيب بمياه على الرئه قبل 3 شهور من وفاته، ووصف ليه الطبيب دواء للتخلص منها لكنه نسي يقول له وقفه بعد 3 شهور، واستمر احمد راتب في تعاطي الدواء واثر على جسمه بالكامل، وبالاخص العظام اتصابت بهشاشه كبيره ادت لوفاته. لو الموضوع عجبك هتلاقي لينك قناه العراف في نهايه الفيديو، ما تنساش دوس اشتراك عشان يجيلك كل الجديد.